وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال ابن مالك رحمه الله تعالى في أول باب الحال الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفردا أذهب وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا البيتان سهلان يقول الحال وصف لانه يبين الهيئه وهو فضله اي ليس ركنا في الجمله وان كان هذا قد اعترض عليه بنحو قوله تعالى واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى فإن المعنى لا يتم إلا بقوله كسالى إيه لو قلت وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا ما لا يكفي وكذلك وإذا بطشتم بطشتم جبار جبار حال إذا بطشتم لم يتم المعنى وإن كانت الجملة من حيث التركيب مفيدة ولو ولو كانت ولو كانت باطلة من فاسدة المعنى وكذلك مثلا وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين، لاعبين حال ولكن لا يتم المعنى ولا يصح الا بلاعبين، لكن في مثل جاء زيد راكبا، جاء زيد جمله مفيده وصحيحه وكل شيء، لكن آه وراكبا آه فضله، فهو الغالب في ان يكون فضله او فضله على انه الفعل والفاعل او نعم الفعل والفاعل او, أو لأن ركني الجملة موجودان صح المعنى أو لم يصح ومنتصب هذا هو حكمه مفهم في حالي مفهم في حال لأنك حينما تقول جاء زيد راكبا أي في حال كونه راكبا فهو مفهم في حال في حال ثم قال في حال كفردا مفهم في حال ثم قال كفردا أذهب وهنا مثل بمثال وتقدم فيه الحال على صاحب صاحبها او صاحبه كفردا اذهب اذهب فردا او اذهب منفردا او منفردا اذهب او فردا اذهب كل ذلك صحيح ثم قال بعد ذلك وكونه منتقلا مشتقا يغلب اي الغالب فيه ان يكون منتقلا وان يكون مشتقا لا يكون جامدا أن يكون منتقلا وهذا واضح من خلال الأمثلة حينما تقول آه ضربت اللص مكتوفا هو مكتوف دائما لا هذه حالة متنقلة يعني حالة عارضة فهو عارض أمر عارض وكذلك جاء زيد راكبا وكلمته جالسا كلمته أنا جاء حال مني أو منه يجوز من هذا هو الغالب لكن قد يكون ثابتا ليس بمنتقل نحو ويوم أبعث حيا فالحياة هنالك دائمة ونحو شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما قائما هذا يعود إلى المولى سبحانه وتعالى فهو فهذا من غير الغالب الغالب أن يكون منتقلا وأن يكون مشتقا أن يكون مشتقا هذا هو الغالب أن يكون مشتقاً في كل الأمثلة التي ذكرناها في نحو فرداً أذهب ونحو راكباً جاء زيد راكباً وجالساً ومكتوفاً ونحو ذلك وسيأتينا بعض الأمثلة التي يكثر فيها الجمود كما سيأتينا إن شاء الله هذا هو المعنى كونه منتقلاً مشتقاً يغلب يعني هذا هو الغالب لكن ليس مستحقاً ليس أمرا مستحقا له بحيث لا يمكن أن يتخلى عنه ولا أن ينفك عنه هذا بكل يسر وسهولة معنا هذا البيت والذي قبله وإلى اللقاء إن شاء الله